ينضم إلينا من القاهرة أحمد نجم، رئيس الأبحاث للمنطقة العربية بشركة أكسس دوت كوم. أهلا بك أحمد، كل عام وأنت بخير. كمان الحمد لله يا رب. بالحديث عن أداء الأسواق، خلينا نبلش من مؤشر ناسداك 100، مرتفع منذ بداية العام في أعلى نسبة ارتفاع منذ 1999 كنصف سنوي. أيضا الكومبوزيت ناسداك المجمع مرتفع بأعلى نسبة في نصف سنوية منذ 1983. هذه الارتفاعات في ظل حديث عن ركود، في ظل حديث استمرار الحديث عن رفع أسعار الفائدة، كيف نقرأه؟ طبعا في البدايه اهلا بحضرتك وسام شديد، مشكوركم على الاستضافه. حقيقه الامر يمكن في اعتقادي الشخصي الطفره الكبيره اللي شهدناها في اسهم التكنولوجيا هي الغير مبرره حتى الان بشكل كبير في هذا الارتفاع اللي بنشهده. اعتقد هي كانت السبب الاساسي والمحرك الرئيسي الذي دفع هذه الارتفاعات منذ بدايه هذا العام وحتى الوقت الحالي. هل هي طبيعيه بالنسبه لما نشهده من سياسات تشدديه؟ لا، هي ليست طبيعيه بالتاكيد، ولكن هي يعني لم نتحدث على ان هذا الارتفاع لم يكن موجود، ولكن لم تكن هذه النسبة التي نتحدث عنها ولم يكن هذا الرقم الذي نتحدث عنه. وحدة أخرى هي الشركات الكبرى هي التي استحوذت على أغلب هذا الارتفاع. نتحدث على يعني كل الشركات داخل هذه المؤشرات هي استفادت من هذه الارتفاعات، بل على العكس هي شركات محدودة. ولا نتحدث على يعني الخمسة الكبار هم من استحوذوا على أغلب هذه الارتفاعات في هذه الفترة، وبالتالي يمكن هذا الأمر غير منطقي. أيضا إذا تحدثنا على أن هنالك سياسة تشددية، نحن ركزنا بشكل كبير جدا على أسعار الفائدة وأغفلنا بشكل كبير جدا الأرقام التي تم ضخها في الأسواق والتريليونات التي ضخها الفيدرالي ولم يتم سحبها بعد، وبالتالي هي ما زالت تؤثر بشكل كبير جدا في الأسواق حتى الآن. وبالتالي كل هذه الامور هي دعمت سهلت الامور، يعني كان امرا غير طبيعي ان نتحدث وكل الاسواق تتحدث، لا اتحدث فقط على يعني الفدرال الامريكي، ولكن اغلب الاسواق كانت تتحدث على التجديد وان هنالك مزيد من التجديد وان اسعار التضخم يعني عنيده وكل هذه الامور، والاسهم الامريكيه لا تبدي تاثيرا بهذا الامر. فهذا امرا غير طبيعي، من الطبيعي ان تعكس الأسواق الأسهم هذا الوضع، ولكن أسواق الأسهم في أغلب الأوقات لم تكن تعكس هذا الوضع من التجديد. في هذا الإطار أيضا، يعني عادة الصناديق الكبرى مع نهاية ربع، مع نهاية نصف تبدأ بالتحوط، يعني بتسحب شوي من السيولة من السوق، ولكن ما رأيناه في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، صناديق الأسهم الرئيسية شهدت الكثير من التدفقات خلال هذا الأسبوع. كيف يتم تبرير هذا الإيمان الكبير بأسهم النمو في هذه الفترة؟ هل هناك توقعات بأن تستمر هذه الحركة؟ هو اول شيء هو كان هنالك تخارج اصلا في البدايه، ثم بعد ذلك عوده مره اخرى للدخول لدى اغلب الصناديق. ولكن هي الفكره كيف قرات الصناديق هذا الوضع؟ قرات الصناديق هذا الوضع بان هذه الشركات لديها السيوله الكافيه الضخمه التي يعني لا تضطرها الى التراجع في حال تم سحب السيوله من الاسواق، وبالتالي هذا الاسواق ما تعول عليه في الفتره المقبله في التراجع الذي ربما يحدث في اسواق الاسهم الامريكيه، لان سحب السيوله الذي سيتم سيؤدي الى تراجع الاسهم الامريكيه، وبالتالي الشركات الكبرى ليس لديها مشكله في الكاش فلو في الفتره المقبله. فهذه واحده. الاخرى ايضا ان المتبقي لدى الفدرالي فيما يتعلق برفع اسعار الفائده هو اصبح هامش ضيق، وهي فكره التعويل على الوقت، وبالتالي نتحدث على 0.5% تقريبا على اقصر تقدير، ربما تكون حتى نهايه هذا العام، وبالتالي اصبح الفارق ضيق. نحن لا نتحدث على بدايه الموجه، نحن فعلا نتحدث على نهايتها، ولكن هي فكره العامل الزمني. هذه واحده اخرى. ايضا العامل الثالث هو الاستمرار، هل استمرار ارتفاع العائد على السندات هل هو مضمون حتى يعني نهايه هذا العام؟ لا اعتقد في هذا الامر، لان الاسواق دائما ما يعني تؤكد مع كل ارقام ربما تكون ايجابيه في هذا الجانب، بل الاسواق تؤكد على ان العوائد لن تستمر على هذه الارقام وربما ستعود الى الانخفاض من جديد، وبالتالي ربما تكون اسواق الاسهم جيده في هذا الوقت. ايضا امر اخر، حتى اذا التجانا الى الاصول المنزله التأمينة فهي لا تعطي عوائد، وبالتالي هي يعني لا يكون أصلا منذ قديم الأزل لا يكون الدخول بها يعني مستمد على طول الوقت، هي عبارة عن فترة قصيرة يمكن التحوط بها، وبالتالي نقوم بالتخرج من هذه السيولة التي يعني خرجت من أسواق الملاذات الأمنة على رأس طبعا المعدل الأصفر الذي شاهدناه في يعني منذ أسابيع. هذه السيولة توجهت بشكل كبير جدا عودة مرة أخرى إلى الأسهم الأمريكية، وبالتالي استفادت هذه الأسهم من هذه موجة التخرجات.
طب في هل يمكن أن نرى عمليات جني أرباح في المرحلة المقبلة؟ وحضرتك هلا عم تحكي عن الأسهم التي استفادت من الحركة القوية، هل هناك قطاعات أخرى رح يكون فيها استفادة في المرحلة المقبلة؟ يعني شو بتتوقع نشوف بالسوق؟ والله موضوع الجني الأرباح أنا يعني متوقع منذ فترة لكن لم يحدث يعني، فبالتالي الارتفاعات ما زالت مستمرة، هنالك استمرار في هذه الارتفاعات، ربما كان في أغلب الوقت هذا الأمر غير منطقي، ولكن الشراء من هذه المستويات واستمرار الموجة الشرائية أعتقد أن هو أمر خطر جدا التعويل عليه خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع استمرار وتأكيد هيكون عندنا محاولات تأكيد كبيرة جدا من البنوك المركزية على فكرة استمرار التجديد، وربما أيضا يعني يكون لدينا جديد عن ما يتعلق بسحب السيولة، وهذا الأمر الخطر في الفترة المقبلة هذه واحدة. كانت اختبارات البنوك ساهمت بشكل كبير جدا في ارتفاع قطاع البنوك، هو تضرر بشكل كبير جدا، ربما يمكن يعني مع استمرار هذا الوضع ربما يعني تتحسن شهادة المخاطر مرة أخرى في هذا القطاع، وشهدنا يعني تعويض جزء كبير جدا من خسائره خلال الفتره الماضيه، ولكن يعني لا اشجع للدخول على الاسهم المتضخمه بشكل كبير في الفتره الحاليه والفتره المنطلقه، لما نقول خصوصا مع أحمد، لما نقول أسهم متضخمة عم نحكي عن البيج فايف مثلا، مثل أبل اللي وصلت لثلاثة تريليون، ما هي الأسهم المتضخمة؟ وهذه الأسهم بدأ ينظر إليها البعض على أنها أصبحت أسهم قيمة، لم تعد أسهم نمو، يعني اليوم الاستثمار فيها هو استثمار ربما طويل المدى، فلماذا نبتعد عنها اليوم؟ هي الفكرة إن هي الفترة الزمنية اللي تم فيها هذا الارتفاع هي الفترة اللي دايماً بنتحدث عنها، إذا كان بنتحدث على 10 سنوات 20 سنة عقدين من الزمن هل تم الارتفاع على هذه على مدار هذه الفترة، أما هنا تم الارتفاع في خلال أشهر معدودة، ربما شاهدنا يعني مرات بعض الأسهم تتضاعف 50% و20% و30%، فبالتالي هذه النسب هي ربما يعني عليها بعض علامات استفهام. أيضا الهيستوري القديم يعني كنا شاهدنا دائما ما نشاهد تسلا يحقق قفزات كبيرة جدا، ولكن هي مثلا معدل التراجع دائما ما يحدث كان أكبر بكثير، كنا أيضا نشاهد 20% تراجع 30% تراجع، فبالتالي هذا التعويل على هذا الارتفاع انه مستمر ومستدام ويمكن الدخول من اي منطقه ومن اي مراكز هو ايضا امر خطر. الفكره الاخرى ايضا هي العامل الزمني اللي تحدثنا عنه، هذا العامل الزمني هو ضيق جدا وقصير جدا ولا يمكن الحكم عليه انه مستدام. الأمر الآخر هي السوق، هل ستستحمل السوق؟ هل سنعود مرحلة من الركود؟ كيف سيكون هذه يعني شكل هذه الأسهم في مرحلة من الركود؟ وكنا شاهدنا حتى الأسهم الغير متعلقة بداخل القطاعات الصناعية مع تراجع الإعلانات مثلا شاهدنا تراجعات في يعني أداء أرباح جوجل، فبالتالي يعني كل هذه الأمور هي تؤثر بشكل كبير جدا، حتى إذا افترضنا أن هذه الأسهم هي مبتعدة بشكل كبير جدا عن حالة الركود أو عن الآثار المترتبة على الركود، فهي أيضا يعني تجد بعض المظاهر التي تلمس هذه الأسهم وتلمس أرباحها بشكل كبير جدا، وبالتالي يعني أيضا عليها بعض الأخطار من الاستمرار في هذه الموجة طيب. الشرائية. بالنسبة لأحمد، لأسهم أو الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، اليوم أثبت الذكاء الاصطناعي بأنه أسرع بكثير، أو أن التطور فيه أسرع بكثير مما كنا نتوقع، لا سيما في سوق الأسهم، لذلك هناك تركيز كبير على أسهم الذكاء الاصطناعي أو الأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الفترة المقبلة. إلى أي مدى يمكن أن يكون بالفعل هذه هي الموجة الجديدة التي يجب على الجميع أن يركبها؟ أم لا نتخوف منها، نتخوف من أن يكون هناك فقاعة مثل فقاعة الدوت كوم؟ هو دايما يعني اخشى ان الحديث فيما يتعلق بالابتعاد او عدم المجازفه بشكل كبير جدا هو ان احنا نتحدث على ان هذا القطاع هو غير جيد، هي الفكره لا نتحدث على ان هذا القطاع جيد جدا لديه فرص كبيره جدا في المستقبل، ولكن هي فكره كم ستكون النسبه التي يمكن يعني الزج بها من المحفظه داخل هذا القطاع، دايما ما تكون يعني نسبه اقل بكثير جدا لان هو ما زال يصنف مرتفع المخاطره، وايضا من استحوذ على هذا الارتفاع هي يعتبر سهم او اثنين، وبالتالي اغلب الاسهم هي لم تشهد هذا الزخم الكبير جدا من عمليه الذكاء الاصطناعي، هذه واحده. الاخرى ايضا
الاستمرار او البومينج اللي موجود لدى قطاع التجزئه في الشراء في الفتره الحاليه بشكل مبالغ فيه جدا، ونجد ان اغلب المحافظ ربما تتوجه بشكل واحد، وعمليات يعني الدخول بشكل عشوائي وبشكل كبير جدا لدى هذه القطاعات هو كبير جدا، مخيف جدا، يعول على ان ربما تكون هنالك انفجارات بشكل اكبر خلال الفتره. وبالتالي هذه واحدة ربما يتم التعويل عليها إذا كنا نتعامل مع على كما كنا نتعامل بالماضي على أنها أسهم ارتفعت المخاطرة، لابد من التحوط يعني بشكل كبير جدا نعم من تراجعاتها في المستقبل، فهذا أمر جيد. ولكن إذا كنا نعول على أن هذا الأمر لن يتراجع كما نشهد الآن، حتى التقارير التي تتحدث على يعني أرقام خرافية في الفترة المقبلة، فبالتالي كل هذه الأمور هي تجعل أن هذه ربما تكون بابل تنفجر، وبالتالي الدخول بشكل أقل جدا بعامل مخاطرة أقل بكثير جدا في الفترة المقبلة هو ربما يكون جيد، وعدم الزج بالكامل البورتفوليو داخل هذا القطاع. شكرا لك أحمد نجم، رئيس الأبحاث للمنطقة العربية بشركة اكسس دوت كوم، كنت معنا من القاهرة، أهلا وسهلا بك.